الحين كرهت قوات حفظ السلام من جد يعني. الحبو نطه ما فيها نزله من السلم. تعال 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 قوله قوله والله ما يبينه. Not over yet. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في خربت على المقدمة والله. واقف هنا وعلى أساس بعطيكم مقدمة بس. كويس أنا سكتت. حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة داينغ لايت. طبعا وصلنا في تختيم الحلقة الماضية الحلقة التاسعة إلى البرتو المرحوم البرتو الله يرحمه. طبعا مثل ما شفتوا كانت الخطة يا إخوان الطاحونة الكبيرة أن نفجرها نفس هذه، ولكن للأسف فشلت المهمة. كان الهدف منها يعني أن نلفت انتباه شو اسمه قوات حفظ السلام، ومنها نزبن ونطلع إلى المنطقة هذه اللي رايح لها سنترال لوب. هذه كانت خطة الأخت الفاضلة وش اسمها صوفي. شوف كان مكتوب هنا كان لدى صوفي خطة جريئة للوصول إلى النفق المؤدي إلى وسط المدينة. كنا بصدد صرف انتباه قوات حفظ السلام عن طريق تفجير طاحونة الهواء الخاصة بهم، ولكن للأسف يعني الظاهر أنها فشلت المهمة. فالحين راجعين إلى شو اسمه هذا البزار ونبلغ الابن ولد البرتو الشايب هذاك اللي ينسى دائما، اللي ساعدنا نفجر الطاحونة أو زرع القنابل وكذا. راجعين نقول له ترى أبوك توفى، ونشوف وش الخطة الجاية مع صوفيا. وين رايح؟ I call that a wrap. All cleaned up. Didn't put up much of a fight. Because they're cowards. Told you before. What about the prisoners? Throw them in the dungeon? Unless you feel like banging them first. Look. It's Chubbs. They killed Chubbs? Looks like it. But only him, I think. أنا أسمع صياح من أندرسون. Yeah, but where is she? ما أدري لها علاقة بالقصة. Should have been here ages ago. I'll look for her. سلام، هذا اللي احتلوا البزار ولا إيش؟ أخرج قوات حفظ السلام من البزار. Shoot first, ask questions later. شاهدني. دقيقة. وين سلاحه؟ Chew on this. ما نسيت الكشاف. أقص يدك اللي تجلدني فيها. أنت شكله راسك بيطير. بس اثنين؟ مستحيل، هذا الثالث. Fucking shit! What'd they do to you, Chubbs? I'll kill all those motherfuckers. Okay. حرر الناجين. اوكي ربعنا كلهم حبسوهم هنا. وهذا ليش برا طيب؟ السلام عليكم. دقيقة هذا السيف ال وين السيف حقي؟ ايوه هذا السيف قاطع الرؤوس. ايوه هذا اللي يعجبني السيف. ما ينفع ما ينفع تسوي لي ماسك ال This ain't happening. شو جاي متحمس؟ Stay put you piece of shit. الروس اوه بطلانين والله فلوس وربي قطع الروس صار متعة. ايوه فتح القفل سهل حتى هذا لوك بيك. اخرجوا اخرجوا. I thought it was over man. لسه بدري لسه عمرك طويل. I can't believe Carl betrayed us. Fuck Pilgrim. At first I thought you gave us up. But Carl. If it wasn't for him, the peacekeepers wouldn't have attacked. But he fled right after the blast. There are more on the upper level. Okay, I'll go there. You run. اوه عند سريري فوق. يعني ما سمعوا قطع الروس هذا كلها. كارل اللي خانهم، انا عرفت من كارل الاخوان.
شت هذاك الكريه اللي أول ما دخلنا كنا نكلمه قبل لا أكلم صوفيا إذا تذكرون، اللي هو شوفوا البزار هذه المنطقة، هذه منطقة النادين لها قائدين اللي هو كارل وصوفيا. صوفيا في الحلقة الأخيرة تقريبا قالت له خلاص أنت مش القائد أنيمور يا حبيبي، توكل على الله. فعشان كذا راح خاننا، واضحة الشغلة، عرفت حبيبي؟ لأنها قالها مقبض قالها مقبض على صوفيا، يقول شو اسم الحراس، والحراس ما سمعوا كلامه. فلقطة موجعة صراحة، ما لومه لو أنا مكانه بحرك أبو ال. أيوة كانت في ذا الغرفة. السلام عليكم أيدن. And don't be scared. It's safe now. وعلى بالي قوات السلام اللي فوق. طلع الحرارة. طلع ذا المحبوسين فوق. Hey, Sophie. لا لا لا. Where's Vincenzo? Aiden, watch out! Aiden's gonna pay me hella gold for you. Cut! Shit! السلام عليكم. أنا أكره هذا بارني لكن. Even worth the golden shower. Get up, Aiden. Thanks, man. That makes us even. It's not over yet. Aiden! Aiden! Come on, you coward! من هذه؟ Come down and fight! You better get out of here, Anderson. You're on bizarre turf. Look, tell Aiden there's still time to call this off. Why would he do that? We're winning. You're stupider than I thought. Calm down and fight. الحين كرهت قوات حفظ السلام من جد يعني. حبوا نطة ما فيها نزلة من السلم. تعال تعال تعال. قوله قوله. والله ما يبينه. قوله شوف حياتي يا اخوان، شوف حياتي فوق. ما بهيل ما بهيل عشان هذه. اوكي هذا افتكرنا. ابى اشوف راسه الاسود. خرب بيتك. ترمي throwing knife. لا والله غش. خذي ملتوف. هذه تحرقها حرق والله من جد. بس ابغى راسه. شوف الدم مليان في السيف. انا قطعت راسه. وش رجع؟ We have reports that Aider's men are retreating. The plan worked. We took out their lights and the infected tore them to pieces. They don't stand a chance without them. Aider withdrew his men. They're in the metro tunnels. We're not getting to the center that way. Carl betrayed us. He's the one who went to the peacekeepers and warned them. Claimed he wanted to prevent bloodshed, but made things worse. But now, I run the bazaar. ونعم. And I promise, we will defeat Aitor. And I will take you to the central loop. أقول لكم ما خاب ظني فيها. ونعم. ما عندي كوب هنا ولا. You know how many PK creeps it takes to screw in a light bulb? None. Because they're too dead to screw anything. Alberto's dead. ظريف. Don't be a buzzkill, Aiden. Yeah. I'm serious. He was killed taking down the windmill. How'd it happen? We put Vincenzo's plan into motion, but then... الله يرحمه. Alberto had to go in his son's place. Sacrificed himself to blow up the windmill. Fuck me. To Alberto! To Alberto! طيب وين ابنه؟ أنا جيت عشان أخبر ابنه. Where's Vincenzo? Vincenzo. He's outside. Look around. بروح بنبلغه بالسالفة، بلغ الشيخ بالسالفة. هيلني والله من غير لا استخدم هيل. بس خربيتها قوية والله. شكلها قد عارف بالسالفة مسكين حزين. أنا آسف. Vincenzo. We did it, Aiden. My dad, he really did it. مسكين ما يعرف. Father wanted me to tell you.
He's always been proud of you. صح وصاني بهذه الوصية ما نسيتها. What? Why are you telling me this and not him? لأنه مات يا طول عمرك. He died. Vincenzo died for the bazaar. Was he in pain when he died? No, he was all smiles because of you and because he was able to carry out your plan. Thanks for being there with him, Aiden. Your dad kicked ass, Vincenzo. Yeah, Alberto's all right. Hell of a craftsman. For a loser, you mean? For a failure? That's what you used to say. Not anymore. If only we had more like Alberto, the PKs would have been gone ages ago. You, go in and check on Vincenzo. Now! You did a freaking awesome job, Aiden. حسنا سمع شوية. And we'll help you get to the center. You're one of us now, brother. You're part of the Bazaar family. Thanks, Barney. للأسف. Good luck. أنا أكره والله أني أكره. ما أدري ليش أكره بس أكره. Hey, Akon. Where are you? I'm waiting for you at the girl's place. هلا. You better hurry, Aiden. منزل الفتاة. The passage to the center. It's blocked. I have another idea. Just come quickly. Time is not on our side. وها نحن وصلنا يا أخوان إلى منزل الفتاتين. ما شاء الله المنظر رهيب من هنا. يا هاكون. هاكون. You're finally here. أوه اللي التقينا أول ما التقينا معه الظاهر. You were coming. She grabbed Sarah and they left. Seems they weren't too fond of you. أيوة. Where are we? Waltz. Calm down. Let me see. Oh, Messina Waltz. Let me see. I'm not gonna look. Wait. I'll help. Show me. Shit. Relax. You're gonna pull through. What's that? The wound from the Lazarus? You say you killed Lucas? If not for those brass knuckles, it would only took a few seconds to do the job. I thought he was a better fighter. The fuck are you saying? No point denying it with this wound, right? So you carved out his tattoo and planted it on Barney. Waltz, he ordered the kill. You're working with Waltz and you didn't tell me? You piece of shit. Oh, you don't get it, kid. Waltz would have killed me, you see, like he killed Dylan. And anyone who defies him. I have to get out of here, get it? I couldn't have told you. Why? You know he's the one who tortured me in the past. I didn't tell you in order to protect you. So what if you find out something about your sister? Waltz will kill you. Where is he? Ah, fuck! Where is Waltz? Supposed to meet him under the electric car factory in the GRE tunnel. Hey, then I'm fucking dead here, understand? They're gonna kill me. لا تخيرني بسحب على أبو جدك. You'd leave me now. يا اخي بس هو ساعدني تذكرون يا اخوان وانا معلق على الحبل بموت. I should leave you to die for what you did. Why wouldn't you? I'm gonna find that sniper first. Really? You do that for me? وبحصل على After that we're fucking done. اي والله لايف فور لايف. كويس اني اعرف ليش انقذته. كويس انه قال لي ليش حلوة هذه عرف شو السالفة الحين وين حق السنة no nothing use your binoculars shut up I'm done listening to your sage advice ما زلت احبه يا اخي والله ما زلت احبه I know I fucked up let's leave it at that اوف 3000 و1000 باركور ومطرقة مسدس What? Those bolts fly far and fast. Find something to hide behind. Tell me something I don't already know, Hakon. هل بحطت كهرباء هناك؟ هذا اوح خرب بيته. هذا هو يخرب بيته هذا هو. جالس يرمي تشوفونه؟ طيب من وين اوصل له هذا؟ إنني قادم إليك
Watch out for all the chemical waste. I got eyes, Hakon. طفشان منه خلاص. يمديه يشوفني. خرب بيته. You're right. Yep, I'm fine. جالس يرمي علي الملتوب. Shut the tank. I see him, Aiden. He's sticking to the roof. Go. خرب بيته. He's got an eagle eye. وينك يا وسخ وينك؟ هذا يباله سيف. وين السيف؟ وات؟ شو السالفة؟ معلق المشن ولا ايش؟ لا تكفى لا لا قلت تلعب ولا ايش؟ شفته في قناص ثاني دقيقة. جابها في عيني يخرب بيته. حس انه قلش معي سخاهيل. نيجي شوي خطوتين لورا. بسم الله حلو. وبعدين هذا ترقى فوق ولا ايش السالفة؟ اوكي حلو والله. اسلك يا لحظة اسلك. اعثر على طريق مختلف. خلاص حصلنا طريق مختلف. اعطيني رامي السهام بسرعة لأن فيه نوع زومبي كريه الغثيث هذاك. من هذي؟ Why are you protecting that asshole? Who sent you? Fucking Santa Claus. This has nothing to do with you. You gotta pick your friends better. Why are you hunting Hakon? Is this about killing Lucas or? Tell Hakon that it's not over yet. Hey. Wait. Ah. والله الاخراج. طيب رامي السهام يا بنت الذين. Hakon, you still alive? 2250. My meter's still running. Hakon, she got away. But you're safe. For now. She? There's a woman. Fuck. Yeah? And I don't think she likes you. That sounded personal. Personal, huh? Doesn't usually narrow it down. But I know who it is. Watch out for her, Eden. She's one of the most dangerous people you'll ever meet. Noted. Now I'm going to the central loop. Beware of Waltz, Aiden. Renegades have appeared all over the center, and he's working with them. He's looking for the key you've got. I'm done listening to your advice. Sophie, I'm gonna need your help getting to the center. The guy who was supposed to get me there, he... Well, things got complicated. Hey, والله. So complicated. Aider's men are still fighting. They barricaded themselves inside the tunnel. I can't help you. What about our agreement? Relax. Listen, there's another way through. An old tunnel under the hills near the Tango Motel. It was used by smugglers. Peacekeepers didn't even know about it. It's been closed for years. But if you manage to start the generators, you might be able to get to the center. And you're telling me this just now? Sorry, Aiden. I want to help you. But most of all, I had to help the Bazaar. Good luck, Pilgrim. ايه وافترقنا. شوف على حسب وصفه. اي والله اني عرفت المكان عند المخبأ اللي هو. بس انا توقعت اني بروح لنتواجه يا وولتز حبيبي. من بعده بنحصل الاسهم ومن بعده بنحصل طريق الى العالم الجديد. واخيرا خلاص هذه اخر حلقة اتوقع تكون في العالم القديم. مثل ما شفتوا الأمور تعقدت كثير. والله ما توقعت أن هذا يكون قاتل قائد قوات حفظ السلام. صراحة آخر إنسان كنت أشك فيه له. الحلقة هذه غريبة والله العظيم. غريبة كل القرابة. يعني الكريه هذاك صرنا أخويا معه اللي هو أخو صوفيا. وأقرب واحد تقريبا من الشخصيات كان عندي في اللعبة اللي هو هذا. وطلع هو الخاين وما خبرنا. هم
يعتبر خاين بس يقول عندي أسبابي الخاصة. فعلى كل لقينا حل ومخرج رغم أنها كانت تعرف من زمان وما علمتنا، كان ظاهر ودها تخاويني إلى العالم الجديد. وبس يا شباب، أتمنى المقطع على إعجابكم، لا تنسوا اللايك والشير والكومنت. السلام عليكم.